تعالوا بقى نروح لمقر جريدة الشروق عشان نتعرف على أبرز الأخبار في المواقع والصحف المحلية والعربية والأوروبية من خلال مراسلتنا العزيزة روزان نصر. روزان صباح الخير عليكي، واحكي لنا بقى أهم العناوين والمنشطات اللي لفتت انتباهك. صباح الخير عليك يا كريم، وصباح الخير عليك يا نهواند، وطبعا صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. طبعا يعني كالعادة متعودين نفكر بس قبل الأخبار مشاهدينا بجدول مباريات النهاردة يوم الاثنين 19 أكتوبر. النهاردة في الدوري المصري معنا نادي مصر وطلائع الجيش في الساعة 3 عصرا. في الدوري الإنجليزي معنا ليدز يونايتد ومع ولفرهامبتون في تمام الساعة 9 مساء، ويست بروميتش مع بيرنلي في الساعة 6:30 مساء. وأول خبر معايا من جريدة الشروق، صلاح يوجه رسالة لفاندايك بعد إصابته برباط الصليبي. وجه محمد صلاح نجم طبعا ليفربول الإنجليزي رسالة للهولندي فاندايك زميله بالريد الذي تأكد إصابته بقطع في أربطة الركبة. وأعلن ليفربول في بيان رسمي أن مدافعه الهولندي سيخضع لعملية جراحية بسبب طبعا إصابة الركبة التي تعرض لها أمام إيفرتون في المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي لكل الفريق بهدفين لكل فريق. ونشر محمد صلاح عبر حسابه الشخصي طبعا على إنستغرام صورة مع فان دايك وكتب أتمنى لك الشفاء العاجل. من موقع يلا كورة، المصري واصل صحوة علي ماهر بالانتصار على طنطا في الدوري. وصل المصري على يد علي ماهر بالفوز على طنطا بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 33 من الدوري المصري على استاد الجيش ببرج العرب. وتقدم المصري عن طريق حسن علي في الدقيقة 18 من عمر المباراة بعدما حصل على الكرة من الدفاع بالخطأ على حدود منطقة الجزاء وفتح زاوية للتسديد ثم أسكنها في المرمى بجوار القائم الأيسر لمرمى طنطا. وأضاف طبعا عمرو موسى الهدف الثاني ليضاعف المصري تقدمه في الدقيقة 50، ورفع المصري رصيده إلى 45 نقطة في المركز السابع بجدول الترتيب. في المقابل طبعا ظلت طنطا في المركز 18 بجدول الترتيب برصيد 19 نقطة. ومن موقع سكاي نيوز عربية، دوري المغرب الممتاز أول حكم سيدة تكشف سر 96 دقيقة تاريخية بخطوات ثابتة تمشي فوق عشب الملعب وخلفها لاعبي كرة قدم رجال تتقدمهم إلى وسط الميدان، تعطي صافرة انطلاق المباراة تديرها لمدة 96 دقيقة بلياقة بدنية عالية جدا. هكذا بدأ المشهد في ليلة دخول بشرى كربوبي التاريخ، فهي أول مغربية تتولى تحكيم مباراة في الدوري المغربي الممتاز رجال. ومن هنا جمهور عريض أشاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي باحترافية الحكمة المغربية وتداولوا صور لها وعبروا عن إعجابهم بقوة شخصيتها وحزمها طبعا أمام اللاعبين الرجال. ومعانا خبر عالمي من موقع في الجول، أستون فيلا يخطف فوزا قاتلا من ليستر ويؤمن المركز الثاني بمشاركة تريزيجي. وصل أستون فيلا انتصاراته في الدوري الإنجليزي وفاز للمرة الرابعة على التوالي بهدف دون رد على ليستر سيتي في الجولة الخامسة من المسابقة، واستمر أستون فيلا في حصد تجمد رصيد ليستر عند النقطة 9 في المركز الرابع. وبدأ محمود حسن تريزيجي المباراة أساسيا مع أستون فيلا بينما جلس أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء، واستمر التعادل السلبي حتى الدقيقة 90 إلى أن نجح لاعب الوسط روس باركلي في تسجيل هدف الفوز القاتل بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء ليعود طبعا أستون فيلا بنقاط 3 من ملعب الثعالب. أخيرا من موقع أيضا في الجول، ويست هام يعود أمام توتنهام من بعيد بعد ربع ساعة رائعة من توتنهام قدموا فيها كل شيء. كانت عودة ويست هام الأروع في 10 دقائق، تعادل توتنهام مع ويست هام بثلاثة أهداف لكل فريق على ملعب توتنهام ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي. التعادل طبعا رفع رصيد توتنهام للنقطة 8 مرتقيا للمركز 6، فيما رفع رصيد ويست هام للنقطة 7 في المركز 8. طبعا دي
هذه كانت أبرز وأهم الأخبار من هنا موقع جريدة الشروق. عودة ليك مرة ثانية كريم. العزيزة مراسلة قناة النادي الأهلي بنشكرك شكرا جزيلا.